الرومي من أنه صار غداء. عينك الأسبوع تفتف يجي سينك مني. هذا الفتى يتحدث لغة غريبة. سبحان الله عنه صاحبي. صاحبي صديقك. أتتحدث لغته؟ حتى كنت أتحدث لغتك أنت. وجبت لك الزريقة أنت. اقلع يدك. اقعد. سأصب لك كأسا من الزريق. الشنفرة. وندان ولم تخلص لها شخصيته. خذ يا أيها الشنفرة، هذا كأس من الزريق. ليته كان قدحاً. قدحاً أخباره. قدحاً عاد واعر. والله لا واعر. شو ذوك اللي يقولوا لهم بطة يطة. يطة هم وزريق هم الزرق. اسمهم؟ ذوك عاد واعرين. ولا تو خارقين طبيعيين راه مالك؟ عاد وجو مكاوتشو من الصين. كله بقى صين. أرك القارة شنو؟ وتحنا اللي طرح علينا مولانا شنو؟ مولانا لا يجيب بهلو لي مولانا هو ومجاره؟ إيه شنفارة إيه شنفارة الله كان فارة. قوم يفوق قيسوك هول والله كوزين. لا ما هو بلتكي قوم قيسوك هول والله كوزين. هكذا تعاملون الضيف؟ قلت لك انا قلت لك انك تبدل عنك ذي اللوقه نتفاهموا احنا وانت. ذي اللوقه ما نفهمه هو اللوقه نقدر نتفاهم معك فيها. ولما لا قوم قيسك والله الكوزين. هكذا عاداتكم؟ انا قلت لك بدل ذي اللوقه عندك ذي ما نفهمه قيسك والله الكوزين. بهلول يا بهلول. قوم قيس بهلول. قوم قيس بهلول ولا كهلول. انا ماني خايفه من بهلول لاني خايفه من كهلول. قوم قيسه. أشياء كفو حاجة من ذلك المرض. مسكين أنت يا شنفرة، أما زلت صعلوكا كعادتك تطرد كالبعير الأشرف. أنت يا شنفرة صعلوك كعادتك، صعلوك في غير زمانها تطرد كالبعير الأشرف. أنت لست من هذا الزمان ولست من هذا المكان. ولا أنت من هذا الزمان ولا من هذا المكان. أتعرف في أي عام أنت يا شنفرة؟ في أي عام أنا؟ أنت في العام 17 بعد 2000. ولكن أين أعرف؟ أين التقينا؟ ولكن من أنت؟ أما زلت أخمص البطن كعادتك؟ أي والله. وأين عيلك؟ علي؟ يقولون إنه في مكان ما كان هنالك أيل وسيد وعملس وحتى الأرقط الزهلول والعرفاء الجيئل، لكنهم اندثروا ماتوا أو أغلق المكان. لكن دعك من هذا، من أنت بربك؟ يسأل نفسك يا شنفرة. ولكن سأقول لك شيئا يا شنفرة، خذ الأمر بيدك. فأهل هذا البيت في حاجة إليك. أي والله إنهم في أمس الحاجة إلي. فبهلول ضعيف جدا. إنما جئت أنبهك، خذ الأمر بيدك. مالي
ماما سلّي بيا كدار يا ولد من البارجة اللي طاحت النار. بلي منه. لا هذا الهيش اللي مبرم اللي قعد انه هون شام فارض الله كان فارض الله اللي هو هو. عرفت هنا لكن ثقيل. ما ينقال وارد تيتي تعرف قاعد ينقال بعد ما ينقال ما له صاحب لفيل وعقبه كذا تربوه ما يجي ما يسمع قاع نهائيا. ما له تربوه لفيل لان نسموه والله نقولوا شي خاسه لي يخسر لفيل ما تقدر تحرك وش تبوه هو اللي يحركه فهمتي ونشطه تربوه لابد منه اساسي. ما يقعد حد عشب لين نقلعوا تربوه لا اشترى بعد هو ذا ما قلنا تعيشوا تحت بليدة واحدة قطعا هذه التكير كبيرة وهذا الشخرة الكيشة مذبوحة أنا بعد ما عندي وشي وعادك بذا عنده هون شي من المريات اللي أنا ما نفهم وعنده شي من اللغة أنا ما نفهم ودي اللغة اللي عنده أنا ما نفهم لعب عينك عليه الحال وأنا هو ما قدنا تعيشوا بالسجن وها أنت يا شنفرة تطرد كالبعير الأجرب وممن امرأة تربك ما المشكلة إذن ضاعت القيم ضاع القوم هل المشكلة في شعري أم شعري أم صعلكتي لا لا لقد كانت دائما تركز على أنها لا تفهم ما أقول لذلك المشكلة في اللغة علي أن أشارك في ترتيب هذا البيت علي أن أشاركهم تفاصيل حياتهم فأنا الآن في العام 17 بعد 2000 وذلك الرجل الطيب لقد نصحني فعلا يجب أن أخذ زمام الأمر بيدي يجب أن يتحدثوا بما أتحدث وأن يفهموا ما أقول من اليوم سيتحدثون كما أتحدث واسمعوا ما أقول فبهلول لا يدير البيت كما يجب وامرأته متسلطة جدا